لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رانا اليوم في محل السي علي خناش، هكذا الوالد تاعك. وانت واش اسمك انت؟ خناش نور الدين. انت السي نور الدين اللي راك حاكم دوكا المحل ان شاء الله. جات هذه الصورة لقينا نسخة واحدة موجودة لهي. سما وحنا نحبوا التصاور هذا، وجينا قلنا له هبطها ربي يسرك نشوفها، يعني انا اول خطر نشوفها، لذلك حبيت نشاركها للناس ربي يسترهم المتفرجين، ونشوفوا بلي الحي اللي رانا فيه اللي تمثلوا الصورة هي حي الكراغلة، المسجد الكراغلة المعروف، ونشوفوا اللي هنا مجموعة من الشخصيات موجودة، منهم هذا اللي هنا أكيد راهم يجمعوا في الحطب، هل هنا يمد في الحطب لهذا صاحب الكريولة، احنا نسموها الكريولة، والحطب ذاك الوقت لأن الزلزال صار في 1 جانفي 65 كان بارد الحال بزاف، والناس كانت مضطرة لأن تعيش خارج منازلها، وكانوا يشعلوا الحطب هذاك باه ينقصوا شوية من المصيبة اللي كانوا فيها على الأقل البرد. ولهنا ثاني لاحظوا زوج أطفال ذلك الوقت كان ممكن يكونوا مرهم 11 12 حتى 13 سنة، من ذاك الوقت اللي هنا قدرها يعني تقريبا نقولوا 65 65 اللي هنا قدها نقولوا 70 عندنا 50 سنة، 55 56 سنة، راه عندنا حوالي يعني هادو الأطفال ممكن راهم فايتين 60، ممكن راهم حتى لحقوا 70. نتمناو يعني يا اللي عادوا هما وشافوا الفيديو وقولوا لنا شكون هما واش كانوا يديروا، ولا عادوا موش هما والله يعرفوهم ناس، ممكن راهم ولادهم ولا كي يقولوا لنا ثاني في إطار يعني واش يقولوا له الحب، والله واش يقولوا له سميه الانسان اللي يكون مهووس يقدر معرفة التفاصيل في التاريخ نتاع المنطقة اللي هو هواية بالضبط. ونشوفوا لهنا المسجد كيف كان والناس كيف كانت تهتم. بارك الله فيك سيدي، ونتمنى نلقاو صور أخرى مماثلة تعبر على حقبة من تاريخ المسجد بمره وحلوته. وبارك الله فيك سي نور الدين.